حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله قال حدثني أخي الحكم بن المطلب عن أبيه عن قهيد بن مطرف الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سائل إن عدا علي عاد فأمره أن ينهاه ثلاث مرار قال فإن أبى فأمره بقتاله قال فكيف بنا قال إن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلته فهو في النار. حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن المطلب المخزومي عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه عن قهيد الغفاري قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عدا علي عاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره وأمره بتذكيره ثلاث مرات فإن أبى فقاتله فإن قتلك فإنك في الجنة وإن قتلته فإنه في النار.